عن مجلس إدارة شعبة البصريات في القاهرة، طالع عن نفسي، أرحب بسادة المشاركين في هذه الندوة العلمية الثقافية، سواء من الشعب البصرية الموجودة في المحافظات وجميع أخصائي البصريات وجمعية البصريين. على رأسها نقيب البصريين الأستاذ فؤاد صبحي، بارك الله فيك. ومن هنا من شعبة البصريات القاهرة، وهي إحدى منابر العمل البصري المجتمعي، وهي عنصر أساسي في كل المحافل البصرية والمشاركة في المعرفة والعلم لخدمة المجتمع البصري. نرفع مبدأ بالعلم تحيا وتتقدم الأمم، كما نعلم أن الحاضر والمستقبل هو للعلم والتكنولوجيا والتقنية البصرية، ولابد أن يتأثر المجتمع البصري بهذا التطور الحادث والتفاعل معه ومسايرته للوصول إلى مستوى العلمي العالمي. وعليه لابد أن يستوعب كل بصري ويتواجد التطور الهائل في العلوم الرؤية، ولا نحرم قراءة البصريات من المعلومة العلمية والحاسة والتكنولوجيا. ولهذا كان لنا السبق في إقامة أول ندوة علمية لأول باحث بصري كرس حياته للعلم البصري، وبدأ درجات العلم وحصوله على أحدث ماجستير في إدارة القياسات البصرية في الرعاية الصحية للعيون، هو نفس عنوان الندوة اليوم ليكون أول من هذا الحدث. والآن أقدم إليكم أخصائي البصريات الأستاذ محمد سعيد إبراهيم، ماجستير البصريات وعلوم الرؤية، فاحص نظر وعدسات تذكر بدولة الكويت، وعضو الجمعية البصرية الأمريكية وعضو البورد البريطانية، فليتفضل. وعضو جمعية البصريين المصريين. وعضو جمعية البصريين المصريين. السلام عليكم. أولاً أنا بعتذر لكم على التأخير اللي حصل، لكن باختصار شديد ما كانش متعمد، إحنا المفروض كنا نبدأ الساعة 12. ظروف خارجة عن مراد جميع الأساتذة الحاضرين، فقرر الاعتذار. احنا موجودين من قبل الميعاد الساعة 12، بس قدر الله ما شاء فعل، كل تأخير وتأخير. الحاجة الثانية أنا بشكر الأستاذ فؤاد صبحي بتاع الاتصال وكل القناة، الناس الكبيرة اللي احنا مهما حاولنا نجتهد لن نصل لمكانتكم ولا لقامتكم. الأستاذ سامر والأستاذ منى كمان جميعكم. وانا بعتذر اذا في اي اسم سقط مني سهوا. فمبدئيا شكرا للطامات والاساتذه الكبار اللي مشرفيني، واللي انا مبسوط ان هم قاعدين قدامي حاليا. وشكرا كمان للدكتوره ساره اللي هي بتقترح، هي تستقبل الاقتراحات بتاعتنا، وان شاء الله باذن واحد احد يكون في تعاون جيد ما بين الغرفه والجمعيه وكل من له اهميه في الامر معاها باذن الله. تاني حاجة أنا الحمد لله بفضل الله امبارح حصلت على درجة الماجستير المهني في إدارة المشروعات تخصص البصريات وعلوم الرؤية، وقدمت بحث الدراسة كانت عن طريق الوصف التحليلي، اللي دي أول مرة مصطلح إدارة القياسات البصرية هو يعتبر ليه؟ إن مفيش حد قبل كده قال المصطلح ده وعرف واشتغل عليه، فمفيش حاجة اسمها إدارة القياسات البصرية لغاية إمبارح، مفيش أي حد ذكر المصطلح ده ولا ذكر إيه هو ولا إيه معناه، وبالتالي المحاضرة النهاردة هدفها الأساسي بيتكلم يعني إيه إدارة قياسات بصرية في الرعاية الصحية للعيون. قبل ما أدخل وانا هدخل سريعا في الموضوع لان الوقت ما يستحملش اي تاخير، انا برضو عايز اذكر الشباب اللي مشرفيني، الطلاب واللي متخرجين حديثا من كليه العلوم الطبيه في بني سويف، واللي جايين المعهد الفني للمصرف المطريه او المعهد الفني الصحي او المعهد العالي للتكنولوجيا والتصليات. انتم حقيقي الامل، انا لما كنت في سنكم في 2004 لما اتحط المعهد العالي للتكنولوجيا والتصليات ما كانش عندي اي رؤيه للمستقبل، ولما اتخرجت في 2008 البصريات الصحية في الرعاية الصحية للعيون، ما كانش في عندي أي فكرة عن الموضوع ده، وبالتالي أنا بشكر ربنا إن أنتم أحسن مني، وإن شاء الله هيطلع منكم ناس أفضل مني، وبإذن الله المجهود اللي أنا بعمله النهاردة أنا مش بعمله بس عشان خاطر إن أنا أبقى مشهور أو الناس تعرف اسمي، لا، عشان أنتم هتاخدوا المجهود ده هتكبروه وهتبقوا أفضل، والمهنة والبصريات الصحية بصفة عامة هتبقى أفضل. فبالتالي انا حبيت
اكون رقم بسم الله اللي ابدا الكلمه في ان انا ابني معاكم المجال بتاعكم، لان ده بتاعكم انتم الناس اللي على راس الاساتذه القمم اللي موجودين دلوقتي، هم في وقت او اخر هيستلمون الرايه. فعشان لما نيجي نستلمها لازم نبقى مستلمينها بوعي وبادراك وبعلم. ما ينفعش نستلمها بان احنا شباب وخلاص، لا، لازم ابقى شباب واعي مدرك عنده علم عنده اساسيات يستلم بيها. وباذن الله هدخل على طول في المحاضره، كل موضوع هنخلصه هستقبل يمكن سؤالين ثلاثه وهدخل في الموضوع اللي بعده. اول حاجه عندنا مفهوم اداره القياسات البصريه. زي ما انا قلت كلمه اداره اللي هي ليها علاقه بالبيزنس، يعني ايه الاداره اصلا؟ تعريفها كتير، لكن التعريف اللي انا استقريت عليه في الدراسه وفي البحث اللي باذن الله هقدمه لحضرات من يوم من الايام، لان ده هيبقى حجر اساس لجميع البصريات الصحيه وللناس اللي حابه تطور المناهج، لان انا جمعت فيه من جميع الكتب الاجنبيه الامريكيه البريطانيه، وجمعت فيه كمان مناهج تدريس البصريات في امريكا وفي استراليا ازاي بيدرسوا الموضوع ده، جمعت الاساسيات بما يناسب الواقع العربي والمصري وخليته باللغه العربيه عشان اسهل اكتر واكتر على زملائي في القراءه والاستيعاب والتعليم. فالاداره بصفه عامه معناها فن الاداره معناها فن انجاز المهمات او الاعمال بشكل او بطريقه كفئه وفاعله بالاستخدام الامثل للموارد، الموارد ده اللي هو احنا البشر او الاجهزه اللي موجوده في محلات النظارات او في عيادات العيون، للوصول لهدف مرغوب. الهدف المرغوب بتاعنا هو الرعايه الصحيه للعيون. يبقى انا بعمل اداره عشان اعمل ايه؟ اعمل الحاجات دي كلها. في ايه بقى؟ في القياسات البصريه. وبالتالي هو فن ومنهج انجاز قياس سلوك العين. خلي بالك انا بقول قياس، كلمه قياس دي هو ده تخصص احنا نقيس، لان كلمه اوبتومتري فيما جاي المعنى العربي هو قياس بصري. اذا انا متخصص في القياسات البصريه، انا مش متخصص في الدواء، انا مش متخصص في العمليات، انا متخصص في ان انا احضر تقرير مليان قياسات بصريه اللي اعلى مني في الدائره بتاعتي او اللي مطلوب مني زي طبيب العيون، وكمان للي بيساعدني وزميلي زي فني النظارات اللي هو المفروض بيركب ويقص، انا مديله قياسات. اذا انا حلقه وصل كبيره ومهمه وقويه ما بين دكتور طبيب ما بين فني نظارات ومعمل تركيب. انا هنا في النص بعمل قياسات، اما باخدها من الدكتور اما بديها له، واما بديها للفني او باخدها منه. سلوك قياس العين مع خصائص الضوء. اهم خاصيه في الضوء احنا مهتمين بيها هو الانكسار الريفراكشن. خلي بالكم من المعاني دي لان ده اساس المحاضره بتاعتنا. يعني تحقيق افضل رؤيه عينيه للانسان. مفهوم بقى الرعايه الصحيه للعيون. طبعا الكلام ده انا جاي من الدراسة اللي أنا عملتها، أنا جايب الكلام ده من المراجع ومن منظمة الصحة العالمية، وكل ده موجود وإن شاء الله في المستقبل هتطلعوا عليه وهيبقى فيه نسخ منه بإذن الله. فالكلام ده مش تأليفي لكن هو ترتيبي تنظيمي تلخيصي. الخدمة المقدمة من مختصين ذو كفاءة لعناية بصحة العين، يبقى دي رعاية صحية العيون. كبداية اتصال بالأفراد، يعني المفروض اللي بيشتغل في إدارة القياسات البصرية يكون هو أول شخص هيعمل كونتاكت مع المريض أو مع الإنسان أو مع الشخص اللي محتاجه، بحيث تكون متوفرة للجميع مادياً وجغرافياً. دي مشكلة، طبعاً مشكلة. عندنا في الهند، أو مش عندنا يعني في الدراسة زي ما شفت في الهند ودرست، إن أعدادهم مهولة، النسب بالأعداد السكانية عالية جداً. طب أطباء العيون هل ينفعوا؟ كل طبيب عيون هناك مفروض يعالج مش اقل من 5-6 مليون نفر، وده مش منطقي. فبالتالي الهند دلوقتي شغاله في ان هي بتخرج اخصائيين بصريات او اوبتومترست بالانجلش اوبتومترست علشان خاطر يحاولوا يعملوا المرحله دي، اتصال كبدايه اتصال بالافراد، ان هو يبقى اول شخص يؤدي الخدمه وان هو يتصل بالناس ويشوف
اذا كانت الناس دي فعلا العيون والرؤيه عندهم محتاجه رعايه اكتر ولا هم كده كويسين. بعد كده اتخاذ قرار، الراجل بيتاخد اللي هو في اداره جلسات البصريه اتخاذ قرار من مختص للعلاج. العلاج عندنا احنا كبصريين هي النظاره، هي العدسات اللاصقه، هي المعينات البصريه. ما عندناش علاج رابع. نظاره، عدسات لاصقه، معينات بصريه. او الارشاد، الارشاد هو ان انا افهم الشخص اللي امامي هو محتاج ايه، مشكلته ايه، ومفروض يحلها ازاي. او التوجيه، ان انا اوجهه بقى لرعايه صحيه اعلى من اللي انا اقدر اقدمها له. اذا محتاج دواء، اذا محتاج عمليات، فبوجهه لحد اعلى لمستوى تخصصي اعلى للحصول على حاله صحيه افضل واستمرار تقديم الرعايه. الخطوه الثانيه في الشخص اللي بيشتغل في اداره التأسيسات البصريه انه مسؤول عن استمرار الرعايه، يعني بعد لما الشخص يستفيد من الخدمه او الرعايه الصحيه الاعلى هو هيرجع تاني، اما يرجع بالرياض عشان اكمل معاه رعايه واهتمام ومتابعه. انا النهارده باختصار شديد هتكلم مع حضراتكم، عارفين الحاشة دي مهمة عشان العين لما تتخبط ما بتلزقش في العين، تبقى فيه زي رد فعل. بعد كده بيبدأ يورينا ان دي الحاشية اللي فيها العين ودي العضلات الخارجية. العضلات الخارجية مهمة طبعا في شغلنا عشان دي برضو من ضمن الاساسيات في الحول. بيبدأ يوضح لك العصب البصري اللي خارج من اخر من اللي موجودة في العين. الحاجات دي مهمة في البصريات؟ اه مهمة. ليه مهمة؟ عشان انت راجل مفروض عندك انفورميشن كاملة، انت لازم فاهم الحاجات دي. هنا بيبدأ يوضح السكليرا، الجزء الأبيض، الكورنيا، الجزء الشفاف، عدسة العين. خلي بالكم يا شباب الطلاب لازم تهتموا بالإنجليش 100%. الكرويد اللي هو المشيمية بالعربي، وبعد كده الكرويد روبن ديت برضه المشيميه لكن فيها درونه. الكرويد عندنا كمان فيه ده ما يحصلش فيه اي تقطعات، يعني يفضل متصل لمده 10 ثواني لغايه لما تيجي الدفه الثانيه او الرمشه الثانيه عشان تعمله مينتيننس. في الفتره دي في الاقل من 10 ثواني لو الاشاده اتقطع ما بقاش متصل، واول طبقة في القرنية اللي هي الاكسيلوم ظهرت للهواء الطلق، بيحصل ايه؟ بيحصل عندنا ما يسمى الجفاف، ونلاقي العين احمرت. ده بيحصل امتى بقى؟ كلنا قاعدين قدام الموبايل قدام الكمبيوتر، او التير فريم ده بيحصل له بريكنج، ما يحصلش مينتيننس ليه بالجفت، على طول يحصل اعراض الجفاف، على طول العين تبدا تحمر. طب انا اخصائي بصريات هستفاد ايه من المعلومات دي؟ هتستفاد لما تعمل نظاره جديده وتديها للعميل بتاعك يقول لك انا اول ما لبستها وقعدت قدام الكمبيوتر عيني احمرت من النظاره. وانا مديك دواء ومديك نظاره، ايه دخل الاحمرار في النظاره؟ فانت لازم على طول تترجم عيني احمرت. مفيش حاجه اسمها النظاره، النظاره ما بتحمرش العين. يعني احمرار في العين دي بقى، الاحمرار ده اعراض ملهاش علاقه بالتنفيذ النظاره صح او غلط، بس احمرار العين له علاقه بجفاف العين. توجيه، نحن نبدا نوجهه. طبعا بيورينا مسار الدمع بعد كده بيدخل على القناه الدمعيه في الانف. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ عظيم. الدكتور عبد الله قال تكتبوا الاسئله يلا عشان نوفر وقت. طيب مكونات بصريه، خلي بالكم الخلط المائي، الاكس فيومر، الجسم الزجاجي، البيتريس بادي، القرنيه، العدسه، دي بس المكونات في العين اللي اقدر اسميها بصريه. ليه؟ عشان شفافه بس. كون ان هي بقت شفافه اصبحت بصريه. طيب الخلط المائي والجسم الزجاجي مواد بصريه ولكن ملهاش قوه بصريه. اللي ليهم فقط قوه انكساريه هم القرنيه والعدسه. في مكونات عصبيه، ايه المكونات العصبيه ديت؟ الشبكيه، البقعه الصفراء، البقعه الصفراء دي اللي هي احنا بنسميها الماكرو.
ودي في مركز الشبكيه، والمركز ده مليان خلايا اعمده ولا مخاريط؟ مليان خلايا مخاريط، 6 مليون خليه مخروطيه في المكله. ليه؟ لان الرؤيه المركزيه عند الانسان هي ادق صوره واوضح لون تقدر تجيبه. انت باصص بشكل مستقيم شايف اللي انت شايفه ده ادق ما يكون، اللي على الاطراف انت لسه شايفه بس دقه الوضوح مش زي اللي في السنتر، عشان كده فيها 6 مليون خليه لوحدها الجزئيه دي. البيوبل، البيوبل النين اللي بيقفل وبيفتح ده، ده عضو عصبي ما هوش عضو بصري، بس انت لازم تبقى فاهم هو ايه بيقفل ليه بيفتح. المكونات الهيكليه اللي احنا اتكلمنا عنها زي الصلبه، زي عضلات العين المشيميه، الجسم الحلبي، الملتحمه، الجفون، النظام الدمعي، كل ده بنسميها هيكليه ومنحطات، انما انا اللي يخصني التبصريات قرنيه وعدسه.